الراديو 90 90 هواها مصري. شارع المعز قبل بين القصرين بشوية هتلقى الشيخ ياسين، عم ياسين، محل صغير. هو الحقيقة أقل من محل، هو عتبة وكام سلمة. هناك كل يوم الصبح بيقف الشيخ ياسين، راجل عنده كده إيه فوق 70 بشوية، أقل بشوية، يقف مع عدته البسيطة علشان يشتغل في أغرب مهنة ممكن تفكر إنها تكون لسه موجودة النهاردة، صنعة أو صناعة الأباقيد. في ورشته الصغيرة تحس إنك دخلت فيلم عربي قديم، تفتكر حكاية شجر الدر اللي ماتت ضربا بالأبقاب من حوالي 750 سنة. عم ياسين قاعد وسط مكانته الصغيرة وسيور الأباقيب وخيوطه وراديو صغير ما بين صوت الشيخ رفعت والست أم كلثوم. راجل متمسك بآخر خيوط دايبة في حبال الذكريات وحبال زمان، لكنه بيحبها وما يعرفش يعمل غيرها. جايز تحس إن الزمن عداه، لكن عم ياسين البسيط قوي ده أصر يفضل عاشق لعمل بيحبه لغاية آخر الرحلة. يدوب عتبته بتوفر له 8 لقمة وعلبة دواء، لكن مبسوط وراضي. مهم جدا انه مبسوط وراضي. صوت مكانته لما بيدور نشرة خشب الأباقيب، طرقعت الأبقاب على بلاط ورشته الصغيرة، صوت أم كلثوم والناس الحلوة اللي معدية تسلم سلام عليكم، والزبون اللي ممكن يجيله علشان عايز كام جزء أباقيب يعملهم زينة، وأغنية شادية وهي بتغني رنة أبقاب ياما. هنا العتبة دي فيها قصة كبيرة قوي لشخص مصري أصيل بدأ رحلته في شارع المعز أواخر الخمسينات، صبي صغير كده قد كده بيشوف لمة الناس حوالين فرشة الأباقيب في دخلة العيد علشان يشتروا أبقاب العيد من خشب الجوز والمشمش والزان والصفصاف والورد. ولغاية النهاردة الصورة دي ما راحتش عن ذهن ولا ذاكرة عم ياسين. عم ياسين بيشتغل بنفس الحب وبيستنى دخلة العيد، ولسه الحكاية أكيد بخلصتش. وعم ياسين الشيخ ياسين عتبة شارع المعز اللي بقالها 50 سنة في صنعة الأباقيب، لما الجوامع قفلت قبل رمضان راح موسم مهم على عم ياسين. راح موسم شراء كام أبقاب كان بيصنعهم من السنة للسنة علشان الناس تتوضى بيهم في الجوامع. لسه الأبقاب الخشب صحي وعافي ورخيص، ولسه فاتح بيت عم ياسين. لكن عم ياسين ما زعلش أبدا، والأرزاق بإيد ربنا، اللي راح النهاردة أكيد بكرة هيتعوض، بكرة أكيد ربنا هيعوض أكتر وأكتر، ويضحك راضي ومرضي، وكل حلمه ودعاه إنه يفضل شغال لغاية آخر يوم في المشوار. تفضل المكنة الصغيرة دايرة والمنشار شغال والكم مسمار بيدقدق بيهم طرف الأبقاب، ويفضل يسمع الست أم كلثوم وهي بتقول أهرب من قلبي أروح على فين، ليالينا الحلوة في كل مكان، كوباية الشاي وشقة الفول وسجارة والدنيا وما فيها عند عم ياسين. وما بيتعبش ولا يشتكيش لأنه هو بيحب شغله، علشان كده لا بيتعب ولا بيشتكي. الأبقاب المخصوص من صنعة إيد عم ياسين ممكن يوصل 38-40 جنيه، مش كتير، بس بالنسبة له يوم عيد كبير لما يبيع أبقاب واحد، مش بس علشان تمن الأبقاب، لكن علشان الزبون ده بيفكروا بالبهوات والهوانم بتوع زمان لما كانوا بيزوروه مخصوص علشان يصنع لهم أبقاب خصوصي، شغل إيد رايقة من خشب الورد. زمن والكل زمن ناس وحلاوته وأيامه وذكرياته، ومهم تفضل زي عم ياسين ممتن لزمنك، ممتن لأيامك الحلوة، ممتن لشريط عمرك وكل الوشوش اللي عدت عليه. نصيحة: اشتروا أبقاب من عم ياسين، ولو للذكرى ولو حتة ديكور من زمن تاني. الأبقاب ده هيرجع له جزء من أيامه الحلوة وهيخليه يكمل في رحلته الحلوة لغاية آخرها. والأهم بقى تجيب له علبة دواء وشقة فول وكوباية شاي وحجرين قلم يسمع بيهم أم كلثوم من الراديو الصغير اللي جنبه. وبكرة
باب رزق جديد قبل الفطار بشويه.